بي اونست كيف الواحد بيتعلق بشيء يمكن كان فيه باد ميموريز وفيه جود ميموريز اكيد بس كان فيه شوية هيك جود اند باد ميموريز مثل اي بيت الواحد بيسكن I think you know it's bittersweet. ما بعرف بالعربي شو bittersweet بس يعني it's nice and it's هيك حلو ومش حلو بنفس الوقت. Bittersweetness كتير بكل كورنر بالأكاديمي بكل حيط ما بعرف it's مثل خلص يعني this is our أنا كذا مرة سألوني قلت إنه this academy is my home away from home يعني خلص يعني you have your bed عنا تختنا عنا our kitchen our bathrooms our mirrors every day the cameras كله خلص it's all part of صار منا نحنا يعني مش إنه نحنا we're not أول ما جينا كنا strangers يعني كأنه We're roommates, but no, ما منعرف بعض مزبوط. Some of us, وتعودنا بعض. وفي ناس ضايقوا من بعض. في ناس انبسطوا. في ناس حبوا بعض. It's like any roof, any bit, أي bit بالعالم. يعني في كتير أشياء حلوة. في كتير أشياء مش يعني. You're not so. But in the end, it's gonna be. ما بعرف يعني قد ما حكيت قليل I think رح حس مزبوط the feeling that I'll give you a right answer لما بطلع إذا بطلع بكرة أو بطلع after 10 days after 9 days or whatever next week نفس ال feeling it's gonna be هيك يعني خلص صار في عنا those places هيك الكرسي this telephone this chair this roof خلص يعني it's فيني أقول tattooed in our head خلص صارت مرسومة و يعني we're gonna miss it I'm gonna miss it ما كنت أتخيل حالي إنه بعد إنه أعمل هيك شيء بعد بهالعمر يعني it took a lot of convincing لأصحابي ولا to يقنعوني إنه to do Star Academy وأنا كنت أقول no it's okay خلاص I don't want to do this whatever بس I did it و I got to the semi finals so far و بعتقد كله thanks to them يعني نقوا راسي بس it was worth it بدي أقول شيء لأعز إنسانة بتعرف هي حالها هون بالأكاديمية بقول لها take care وبديها تواصل مثل ما بلشت وما بديها تحط ولا شيء نيجاتيف براسها بتكمل المسيره للاخر مثل ما فاتت عم تحارب بتكمل للاخر وبتغني وما يعني تشوف اي شيء لانه العالم كثير بتحبها برا انا هذا احساسي وهذا اللي شايفته بقول لها انا بحبك كثير حاشتاق لك كثير بس انا حكون على طول شايفتك ما رح اتضايق بس هي حتتضايق شوي يمكن لا اكيد حتتضايق انه بعرف شو هي بس يعني اتجاهي وهيك بقول لها وراكي مش بس بلدك سوريا وراكي الكرة الأرضية كلها ومعاكي الله وحتوصل للفاينل يعني حتوصل التصويت العالي طبعا بالفينال وين بيعرف أكيد يعني فيها تاخد اللقب بتمنى لها الخير طبعا أنا بحبك كتير بدي أقول لها شيء إنه أنا بحبها كتير وهي بتستحق تضل هون أكتر مني يعني هي عندها مواصفات بتأهلها أكتر مني إنها تكون بالفاينل أنا كتير فخورة إني تعرفت عليها وإنه هي كانت رفيقتي وأختي بهون وبعتذر عن أي لحظة ضايقت فيها وتخنقت أنا وياها بس هي على طول بتعرف إنه أنا بحبها كتير وقد ما تخنقنا رح نرجع نتصالح وبس نطلع رح نقضي كتير اوقات حلوة ورح نكون اكتر من رفقات بس رح نكون اهل واخوات واني بحبها كتير واذا طلعت رح اشتاق لها كتير بس بتمنى انه تضل الفاينل معنا
Thank you.